هذا وأكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن هذه القمة تأتي في وقت استثنائي وتؤكد على التكاتف العربي ومكانة مملكة البحرين الإقليمية والدولية في توحيد الجهود العربية لمناقشة ووضع الحلول للقضايا العربية. الحقيقة هنالك يعني عدد من العناصر اللي يتوجب على أي شخص يتكلم عن هذه القمة أن يتوقف عندها لتحليل أهمية هذه القمة. العنصر الأول هو مكانة مملكة البحرين إقليميا عربيا ودوليا في استضافة هذه القمة. مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك ومكانته ما بين القادة الخليجيين وما بين أشقاء القادة العرب جعلت من هذه القمة قمة هامة جدا نلمسها من الحضور رفيع المستوى من القادة العرب. فهذا العنصر الأساسي والمهم في هذا الموضوع هو مكانة مملكة البحرين ومكانة جلالة الملك حفظه الله ورعاه وصداقاته وعلاقاته المتشعبة مع كافة القادة في الجانب العربي. أما العنصر الثاني لأهمية هذه القمة فيتمحور حول المواضيع الحساسة التي ستناقشها القمة. أما العنصر الثالث فهو ما يبعث فيني الفخر أنا كمواطن خليجي بأن تكون هذه القمة في هذا الوقت في مملكة البحرين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي الدول التي أمست دول هامة وتلعب دور محوري ولديها مكانة ومصداقية مرموقة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. فانعقاد هذه القمة بهذه الترتيبات الرائعة التي تقوم بها سواعد بحرينية خالصة بحرينية خليجية خالصة تبعث المفخرة فيني كمواطن خليجي بأن أرى هذا التنظيم الرائع.